الثانيه هو اول تنظيم ديال الوكلاء العقاريين في المغرب. احنا هاد المبادره انطلاقه الفعاليه ديالها كانت اليوم، وهي كتحث على انه الوكلاء العقاريين يقدروا زعما يستافدوا من واحد شبكه معلوماتيه اللي فيها بزاف ديال المراحل اللي كتخصصها على لا ترانزاكسيون. اليوم الوكيل العقاري الا دخل لا ترانزاكسيون ديالو حنا في السيستم ديالنا، كتقدر تكون واحد لا ديفيزيون لارج على دوك لي سيت دانونس ايموبيليير اللي معروفين في المغرب، وكيتمكن بانه في الاخر يكون عنده واحد التتبع ويكون عنده واحد التنظيم ديال هاد لا ترانزاكسيون من الاول حتى الاخر. خاصة وانه حنا غادي نخدموا مع الوكلاء العقاريين اللي عندهم تجربة وعندهم لا ستركتور ديالهم واللي هما كاينين في يعني في المجال من هذه سنين، ولكن الهدف ديالنا هو حتى الوسطاء العقاريين يكونوا معنا في الشبكة، لانهم هما مولفين كيخدموا مع الوكلاء العقاريين، غير هو ما عندهمش يعني واحد المتابعة وما عندهمش واحد التنظيم وما عندهمش اللي كان نقولوا واحد لو ستاتيو. حنا بغينا نعاونوهم انه تكون عندهم واحد ليفوليسيون سوسيال، يعني يكون عندهم امينيما واحد لو ستاتيو ديال اونتربرونور باش يتمكنوا انهم ياخذوا المدخول ديالهم بكل شفافيه وبكل بساطه. هذا هو يعني ملكيه اليوم، وحنا ملكيه هي في واحد في الاول على سته ديال لي ريجيون في المغرب، والهدف ديالنا هو انه ان شاء الله يكون المغرب كامل. و 2023 يعني فاش يكون المغرب كمل، خدينا واحد التجربه هنايا في المغرب مع لي زاجون ووصلنا للاهداف ديالنا اللي هو 100 اجون من هنا لاخر ديال العام، اننا نمشيو على الشرق الاوسط ان شاء الله وافريقيا.